كان علي هناك وما كان كان علي هناك وما كان والله ما يجاوب والله ما يجاوب كان علي موجود من كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أم لا علي أم لا علي هو كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش ما كتب ليش علي ما كتب ليش علي ما كتب ليش علي رفض لا 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 هذه صلح الحديبية هذه صلح الحديبية خلينا في أجاوبك أجاوب اسمع خلي سمع جاوب جاوب لما اراد رسول الله ان يكتب حل يا دي حل ليش رحت تعال جالس افتح 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 اسمعني خل اسمعك حتى تفهم القضيه شلون صارت ما دار وجهه وراح يشرب خليه يشرب انا اريد اسمع حتى يفهمون الناس شو اللي حصل بالرزيف ماذا حصل انت كنت هناك انا ما كنت هناك البخاري انا شو البخاري اي بخاري كل حاجه بخاري بخاري اقرا البخاري عندي كل حاجه بخاري خمس سوار مشوار ثاني البخاري البخاري ناخل خلنا نخلص ليس كلامه أنا حديث عن كلام الرسول عباس هو مطلق يقول بس لازم زين لازم البخاري لازم البخاري جوز من غريب الزمن تجوز احنا معك توكل لا لو سمحت يا اخي خلاص خلاص كملنا كملنا يلا كلم يا اخي تسأله سؤال وبعدين تسأل هذا سؤال خلينا في نهج البلاغة انا 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 قلت لك على نهج البلاغة من قبل قبل قلت لك على نهج البلاغه لا اوجع بعدين خليني السؤال مو تقعد علي اسمع اسمع خلي اسمع الجماعه الرسول الله اراد ان يكتب وقال هاتوا لي كتفا ودواء صح عمر لا تقدم رسول الله رسول الله بدا غلب عليه الوجع وناس حسنته يهجر يعني خرف رسول الله لا 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 انتظر 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 انا عارف لكن انتظر ما قال ما قال ما تقول خرف ما تقول يخرف غلب عليه الوجع يعني يعني ايش غلب عليه الوجع استنى انا اقول لك انا اقول لك انا عارف انه قال لكن لا يعني لا يعني على انه الانسان اذا كان غلب عليه الوجع خلاص يقول كلام ما هو فهذا اسمع اسمع كم ما تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخرف القوم القسم قسمين صح القسم صح نعم يقول قسم يقول أنا كمل قسم يقول قدموا لرسول الله وقسم يقول لا تقدموا لرسول الله صح ولا لا صار لغط بالبيت علي مع من كان مع من كان علي لا أنا استناك أنت اليوم كامل أنا عندي أشغال يلا تكلم سبحان الله سبحان الله أسرع أسرع يا أخي أنت أنت غادي صار لغط بالغرفة جبد لي هذه صار لغط صار صياح صار صياح إذا علي وين علي علي يسمع رسول الله ماذا يقول رسول الله قوموا عني لا البغتة عند نبي خلاص فهمنا إذا القضية شو يكتب علي لا إيش انتظر 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 لا 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 انتظر انتظر علي الفراء علي الكرار علي اللي عنده الوصية وكل شيء انتظر 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 شوف 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 علي 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 وصلوا وصلوا خلاص 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 خلينا خلينا من الرزية علي بايع أم لم يبايع لم يبايع لم يبايع لم يبايع انتظر علي لم يبايع أنا ما يهمني البخاري أنا أقول لك ما يهمني انتظر 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 يا إخوة يا إخوة خلوني يا عمي يا عمي خلينا نرد عليه خلينا نرد عليه أنا ألزمك بكتبك كتبك حجة عليك مش حجة علي أنا كتبك حجة عليك نهج البلاغة اللي هو عندكم كالقرآن صحيح أم لا درجة أقول لك القرآن يقول لي ما كل الروايات صحيحة يا أخي مش خلينا ما دخلنا في هذا افتح افتح الله يفتح عليك يا أخي اسمع 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 في نهج البلاغة انت استنى 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 في نهج البلاغة قال علي رضي الله عنه عن الخلافة في كتاب نهج البلاغة وهو أصدق الكتب عندكم وإنا لنرى أبا بكر
أحق بها يعني الخلافة أحق بها. خليني أكمل. أحق بها أحق. الشيعة ما عندهم سند. الشيعة ما عندهم سند. ما عندهم سند. لو يعطيك السند ما عندهم السند. لو يعطيك السند بتعرف تفصل الرجال. تعرف تفصل الرجال. ما يعرف رجال الكشي. اسألوا أي عالم عندهم في 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 الإسناد. والله ما يعرفوا. انت تعرفه ابو نعيم بن حماد. ايش قالوا فيه العلماء؟ نعيم بن حماد يقول لك ابو نعيم بن حماد. شو كل الرجال ساكنين في السمكات؟ ما تعرف. احنا نرجع. تعرف ما يعرف. هم كلنا نرجع الى كتب السنه. العالم تحم هذاك نعمة الله الجزائري الخليل هو قلم القرآن. على أي حال، أي الخلافة، إنه لصاحب الغار وإنا لنعرف سنة ولقد أمرنا نهج البلاغة. يقول لي رواية سنية. والله يذهب عني. والله هؤلاء هم الشيعة. والله لو نزل جبريل من السماء لكذبوه. والله أكذب خلق الله. أجيب له من نهج البلاغة كتابه يقول لي الرواية لا 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 لا. يقول لي هذه السنة. والله يا إخوة، ولو 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 يحيى علي ويقول لهم أنا وافقت، أنا سلمت، أنا كذا، لا لقتلوه كما قتلوا الحسين وكما قتلوا. والله قتلت الحسين. ومن قتله؟ أنتم اللي قتلتوه. أنتم اللي قتلتوه. دعوتموه وبعدين قتلتوه. عمر بن سعد منو؟ اسمع، أنت تقول عمر بن سعد منو؟ أنت تقول عمر كان مع علي. كان مع علي. قتل حسين من العراق وإيران. منو قاد جيش؟ والله منو قاد جيش؟ جاوبني، منو قاد جيش يزيد؟ اسمع من خذل الحسين؟ من اللي خذله؟ كيف احنا اهل العراق اللي كتبوا من الكتب. تعال نؤازرك. تعال بعدين انتظر بعدين اخذوا الاعطيات، اخذوا المال وذهبوا الى تركوا 70 آل بيته. 70 آل بيته تبكون على دم الحسين وانتم قتلتوه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طول بالك. خلصنا الشيعة يا اخي. الشيعة. باي 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 باي. قتلوا بعدين يتباكوا عليه. اكيد اكيد. لا عم تفتري تعليقات سريعه. مالك خلينا. لا انا عارف. Our talk is interrupted by this. I was waiting for you. They want this. Yeah, yeah. عمي ابو الحزن ترى يحتاجون عمر. لا ينرفزون. طول بالك. انا هذا المكتوب عليك. حديث عن البخاري. خلاص. يقول وقد قيل ان علي رضي الله عنه تمادى عن المبايعه مده. اسمع مسكوت. اكمل. وقال يونس بن بطين اسمه ابي اسحاق حدثنا صالح بن كيسان عن عروه عن عائشه تعرف السند ذا؟ هنا شوف عن دقيقه عشان ما تقول حديث ضعيف ولا عن ابي اسحاق.